بخش على الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتاب وكتابة. ما تيجوا بينا ننسى اللي فات ونركز على ما هو آت. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة، الحلقة 752 يستهلها المهندس عدلي بالغنى. ما تيجي بينا ننسى اللي فات. الفترة اللي فاتت دي اللي قبل المباراة، أيوة، اشتملت على مجموعة من المشاكل والضغوط والتحركات واختلاف الآراء فيما ينبغي أن يفعله الأهلي ومسؤول الأهلي، البعض مؤيد والبعض معترض، حتى لما طلعت أنا مع كابتن شوبير. وكان الهدف من هذا اللقاء أولا إلقاء الضوء على أزمات الأهلي وحقوق الأهلي والدفاع عنه، ولكن أيضا ردود الأفعال، وإن كانت في الغالب الساحق بتؤيد وجهات النظر التي طرحت، ولكن البعض وله الحق ونحترمه شايف إن لا، إزاي بقى وفين الجمهور ولازم الجمهور يسافر وفين مش عارف مين ولازم يحصل إيه. إحنا أستاذ إبراهيم مش عايزين نتاخد بعيد عن الماتش، نتاخد عن الملعب، هو ده كان هدفي. تختلف معايا في بعض المفردات، تختلف معايا حتى في فهمك لما يعني للقصد للمقصد اللي انا قلته، ما عنديش مشكله، وانا هحترم ان شاء الله واحد بس يختلف معايا في الراي، وعندي استعداد زي الاستاذ محمد الشيخ ما اختلف كده انه محامي هو يتواصل معايا على تليفوني ونتبادل الحديث ونشوف وجهات النظر ازاي يعني تقترب، لان الحقيقه كلنا مختلفين، بس مش مختلفين على حب الأهلي.